بالقدر راح أضيف زيت البصل وراح نقلب. عندي هنا معجون الثوم والزنجبيل أو ممكن تحطوا ثوم طازة. عندي هنا اللحم، دائما أنا بقطع اللحم عندي للشوربة قطع صغيرة وبحط معاها عظم لأن الفايدة بالعظم، عشان هيك أسهل الأولاد كده لما يشوفوه هيك مقطع بياكلوه. سرة البهارات للشوربة بيكون فيها الليمون وورق الغار والقرفة، وبيكون فيها الشيبة اللي هو هذا اللي هو أهم حاجة كمان في شوربة الحب أو شوربة الشوفان، وفلفل أسود وكزبرة وكمون وهيل وقرنفل كله حب. راح أحطهم أنا، راح أحط هدول كده بدون سرة، وهدول راح أعبيهم بالصفاية لأن صراحة مو أساسية عندنا شوربة الحب أو الشوفان، بس حبيت أجرب الطريقة معاكم لأنه أنا بحبها. راح أحطهم بصفاية البهارات هدول، وممكن تربطوهم بشاشة صغيرة خاصة للبهارات. عندي هنا البهارات راح أقلب، خلي اللحم ياخذ وقت التقليب بيطلع ألذ بالشوربة. راح أضيف عصير علبة بندورة، ممكن تحطوا عصير بندورة مع صلصة، بس خلاص علبة البندورة لونها كفاية فما يحتاج أزود. اختياري، ممكن تحطوا فلفل أخضر لو بتحبوا الأكل حراق زيادة، أو بتحبوا كده طعم الفلفل بالأكل كمان بيعطي نكهة طيبة للأكل. بعدين راح أضيف المية، راح أضيف الملح كمان، طبعا ملح الهملايا صار لي فترة بستخدمه لأن ملح صحي. وخلص كده راح أضغطها وأتركها نص ساعة على بال يستوي اللحم. هنا عندي الشوفان، طبعا هنضيف كده زي كوب كوب ونص حسب انتم مقداركم اللي بتسووه، طبعا لا تكتروا لأنها بس تغلي وتتسبك كده كفاية، بس تغلي حتتسبك وتتقل. خلص هنتركها 5 دقايق تتسبك.